حتى لون السماء اختلف هذا العام، انقلب الأزرق رماديا وانسكب المطر بلا انقطاع تماما كدموع أم لامع التي تنتظر ابنها منذ 8 أشهر. ها هي تترك بيتها في الجبل وتجلس في الخيمة تنتظره لعله يعود من جرود اختطفته ورفاقه منذ 2 آب الماضي. حل عيد الأم ثقيلا عليها هذا العام، فلم يبقى لها إلا ذكريات من العام الماضي. يا رب يا رب، في فرق كبير بين هذيك السنة وهي السنة، في فرق كبير. أقول بأي حال عدت يا عيد، شبين بالبقاع وأنا برياض الصلح ولامع بالجلود مخطوب. شو بده يكون العيد؟ تتذكر السنة الماضية مثلا شو حكيته نهار عيد الأم؟ كان بزحلة وعيدني وقال لي ليكي يا سروات، بعيد لي سروات، اسمي سروات الصغير، ليكي شو حطت لك غنية؟ بس يدق تليفون الست الحبايب يا حبيبي. آخر رسالة صوتية أرسلها لامع من الجرد كانت منذ قرابة 1.5 شهر. حلم أم لامع أن تسمع صوته من جديد، أن تشم رائحته وتضمه إلى قلبها كما فعلت دائما. أم بتطلع بالتخت يا حبيب قلبي، حد إخواتك ما في حدا يا لامع. كان يروح على خدمته 2.5 يوم بس يجي بلش بوسه وشمشمه، يقول لي كأني إلي شهر غايب. قلت له يا ماما إلك 8 شهور يا حبيب قلبي، يا ماما 8 شهور يا لامع. لا تذكر أم لامع ابنها إلا وتذكر رفاقه معه، فهي تعيش لوعة تتشاركها وأمهات أخريات ينتظرن أبناءهن مثلها في الخيم تحت المطر كما في البيوت. هي لا تنسى أن لمعظم هؤلاء الأبناء زوجات وضعن أطفالهن في غياب أزواجهن، فبتن أمهات معلقات على حبل الأمل بانتظار عودة عساها تكون قريبة. عديتي يا ماما تكون طلعتك بالسلامة انت ورفقاتك، يا رب يا رب يا ماما.